اتفضل لذلك المزه والجايزه هيص، بس عايزك تشوف لك حته تقعد لك فيها شهرين ثلاثه ما اشوفش وشك لحد ما اكلمك. ماشي. موبايلك معاك؟ اه يا باشا. هاتوا. نمرتي عليه؟ اه. طلعها لي. ايه خايف من ايه؟ اتفضل. الموبايل اهو ما تخافش. خلاص. تلاعب. انبسط. يلا حبيبي. يلا. شكرا ست سامية. تعيش. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. المشكلة إن في أنواع كتير من المخدر بتقعد 10 ساعات. بس يعني لو ما فقتش خلال ساعتين إحنا لازم نوديها المستشفى. ربنا يستر. ربنا يستر يا أيمن بيه. إحنا ناس غلابة. ما نستاهلش أبداً اللي بيحصل لنا ده. والمسكينة دي حظها اسود على طول. طول عمرها الناس حطها في دماغها. محدش عايز يسيبها في حالها. أيمن بيه. سليم ومديحة هيطلعوا بعربيتهم، وأنا وعمر هنستناك تغير هدومك وتيجي معانا. لا عفيني، أنا هحرس التقفيصة. في يا معتز؟ هو أنت هربان من الطار ليه؟ هربان من الطار عشان تتجوز وتخلف وأنت حابس نفسك هنا مش عارف تلاقي اللي تتجوزها؟ وبعدين أنت هربان من الطار ليه؟ عشان تعيش وأنت خايف تعيش؟ روح أنتوا انبسطوا، أنا مرتاح كده. في إيه؟ مش عايز يجي معانا، خايف. قلتلك مش خايف، قلتلك أنا مرتاح كده. اهو اديني خرجت، انا هعرس التقفيصه. انا تقفيصه يا معتز؟ التقفيصه يا عمر. مش عايزينك تحرسها يا معتز؟ لا ده واجب يا عمر. يا عم واحنا متنازلين عن الواجب ده؟ يا عمر لو سمحت بلاش هزار. انا كمان بتكلم بجد. لا اله الا الله محمد رسول الله. بكلمك بجد والله. تعالى معانا يا ابني هتتبسط. ما تخافش، فك كده وانسى، كلنا هنتبسط مع بعض. لا يا عمر ما تخافش يا معتز. انا مش خايف، قلت هحرس التقفيص، هحرس التقفيص. سهرنا ولا بلحت؟ بلحت. طب معاك ستوب بقى مدام قاعدين؟ مفيش غير بلابيها. طب ما تيجي ننزل نسكور. مفيش فلوس. انت معاكي؟ اوكي. حسب انت عايزه بقد ايه؟ يكفينا. اتنين. الفين؟ طب شوف نمر كده معاه ايه فلوس. نمر؟ معك فلوس؟ أبيض. ما معهوش. وأنا ما معيش. لو أنت عارفة هو سألني في إيه؟ مش مهم، بجيب من الآخر وخلاص. ما معيش أجي معاكوا في أي مطعم. أنت معاكي كام؟ 500. خلاص نجيب بيهم ونضرب أنا وأنت في الخباثة. هيعرفوا. ما هو الناحية هيعرفوا. هيعرفوا من أول هبة. محدش يتكلم لحد ما يجي. رايحة فين دي؟ رايحة تجيب الديب من ليلو. لو النبي. ايه
الو فريده ازيك؟ الحمد لله. فريده انا كان الحقيقه كنت عايز اشوفك ضروري. لا هو في مشكله صغيره كده وما ينفعش تستنى لبكره. لا لا مش هينفع الحقيقه في التليفون خالص. طيب هو انا ممكن اشوفك دلوقتي؟ اوكي طب اديني العنوان بالوصف وانا هعرف اجي. عارفاه. اوكي يا حبيبتي اوكي يلا يلا باي باي. يلا بينا. على فين؟ حليك بطل. يلا بينا. مساء الخير يا فري. مساء النور يا سلمى. خير يا حبيبتي في ايه؟ لا ما تلاقيش مفيش حاجة. معلش يا سلمى البنت اللي معايا روحت، تحبي تشربي ايه؟ لا يا حبيبتي ولا حاجة. أنا هكلم معاكي شوية وأروح، ما بقتش أحب أتأخر، الشكل بيبقى مش حلو. صح برضه. قولي لي يا قمر عاوزاني في ايه؟ بصي
ميرسي يا اخي. الحمد لله على السلامه. التقلب ده قفله بقى. ازيك يا عم الخطف؟ عرفتني. انت مفتوح يا عم. يا عم سلم ايدي ممدوده. اسلم كيف وكل واحد ماسك يد من يدي. سلم يا سيدي سلم. سلم ما تزعلش. ازيك؟ ايه سليم فين؟ يا عمير مين هادي؟ اخش اجيب لك الالي من جوا؟ ما خلاص يا سكر يا ابو دم خفيف. سلام وقول مربى العين. حقك علي. الدنيا فيها ايه؟ الحمد لله الدنيا زي الفل. رنا لحد دلوقتي ظبط لنا طلعتين سفري، وعلى فكره الناس اللي هنا من كل الفنادق اللي حوالينا رنا برضو مظبطه في سيطره يا باشا. طبعا. بقول لك ايه؟ الدنيا تسعه عايزين نطلعوا رحله سفري غطس مع بعض. انت متاكد سفري غطس؟ غطس غطس سفري غطس يا حبيب. ده كده رحله بجد غطس حبيب. ادم بيه وجماعته. يا معتز بقول لك ايه؟ ايه يا معتز؟ تويني تويني. اتويك يا معتز؟ انت جثه يا حبيبي. روح يا حبيبي عند الشوايه هناك. فين ارجع التقفيصه؟ تقفيصه ايه يا معتز؟ روح عند الشوايه ساعد الراجل. طب استنى استنى. احمي ظهري. احمي ظهرك ايه؟ احنا رايحين اقتحام. هات اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمر. الحمد لله على السلامة يا مدام. أهلا وسهلا. هاي حلو قوي الكلام ده والجو ده حلو قوي. انجوي يا حبيبي انجوي. فين ساندي ومعتز ورنا؟ أنا عارف هما فين. طب وديني. ممكن؟ اتفضل. احكوا منها شوية. تعالي يلا. اتفضلوا. أدم بيه. أهلا أهلا أهلا. ازيك يا خائف؟ ازيك يا مديح؟ ازيك يا حبيب؟ ازيك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. اتفضل يا ادم بيه اتفضل. احسن قعده يا ادم بيه. ده هو اللي عاملين الليله دي كلها. اتفضل يا باشا. اتفضل. بس بصراحه هي مزبه النهارده قوي. مزبه. هاي عليكم. بكلمتي على فكره. بطلي رخامه. تعالي وريني الامر. انا عارف انت بتقولي لها ايه. طب ما توديه. هو انت طلبتي؟ طب يلا. تعالي. اهو هناك اهو. معتز يا غالب. معتز يا غالب. معتز يا غالب. اسكتي اسكتي. فرحانه باسمي ما تسكتي. لقيتي دي تلفيح وحش على فكره يا ستي. عجباني انت مالك؟ وانت وشك يا ستي. انا حر في وشي. هو وشي ولا وشي؟ هشلك. لا ما تشلكش. اخوني بخوني. ايه ده يا معتز؟ ايه معتز؟ وانت ايه اللي خليكي تديها مبلغ زي ده وانت عارفه الباك جراوند ده كله؟ يا بنتي انا قلت خلاص طالما جاتني وهي واقعه في مشكله يبقى اساعدها عشان تقرب مني اكتر. وانت كنت عارفه كل ده من الاول ومصممه ما تقوليش لحد؟ معلش يا علي انا ما حبيتش اضايق حد فيكم، وبعدين دي حاجه موصيني عليها عمر وكان لازم ان انا اعملها. عمر نفسه ما كانش هيبقى مبسوط لما يحس ان انت بتتعاملي على اننا مش موجودين حتى لو كنتوا انفصلتوا. ما هو خلاص اهو انا كلمتك وقاعدين بنحل المشكله مع بعض. بعد ايه؟ بعد خرم ملطه. بطلي بقى. سوري يا فيرو بس البنت دي قلقاني ومجنناني ومستفزاني. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ عارفه اول حاجه المفروض نوصل لها ايه؟ ايه؟ هي تصاحبها ده. مين ده؟ ومين اللي كانوا معاها في الشقه دول؟ بصي انا فاكره ان البنت هاله دي شفتها في عزراتي، يعني اكيد ان هم صحاب. خلاص يبقى اياد ده جاي عن طريق هاله دي. لا مش شرط. لا شرط، لان سلمى مستحيل كانت تعرف العيال دي او بتعمل اللي هي بتعمله ده ايام ما اخوها كان عايش. بس احنا خلينا دلوقتي في موضوع سلمى ومالناش دعوه بصحابها التانيين. احنا لو قدرنا نوصل لهاله وخوتناها من صحوبيتها لسلمى سواء هي ولا اللي معاها يبقى كده الموضوع خلص. طب وبعدين؟ كده مش هيقدروا يلعبوا في دماغها واحنا بناخد معاها اي خطوه. العيال دي لازم تخاف، لان اللي بتقوليه ده معناه ان سلمى ممكن تكون واقعه في جو رخيص، جو ضرب. جو ضرب؟ معناته ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم. ضرب 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 مخدرات. يا نهار اسوح، يعني سلمى ممكن تعمل كده؟ اه طبعا. 5000 جنيه اللي افتكرت فجاه انها عايزاهم بكره الصبح. ايوه بس هي ما طلبتهمش مني كده مره واحده. حتى لو هي امنت عليهم تاخدهم بقى على مره مرتين ثلاثه مش مشكله. المهم دلوقتي نجيب قرار هاله دي، انت من ناحيه وانا من ناحيه.
ماشي، احنا كده لازم نعمل خطه كويسه كده. نعمل ان شاء الله 60 خطه. ماشي ماشي يا مظبط. يا ستي تبقى مريم. مش حلوه. انت شايفه كده؟ انا احلى طبعا. انت احلى. شفتها معاك كتير قوي في التقفيصه. كنت عند الدايفنج سنتر. كنت عارف الدايفنج سنتر. ايوه بس احنا والله العظيم صحاب. صحاب وبس. طب شوف هتشرب ايه. حاضر يا فندم. حاضر. ما تتأخرش. حالا حالا حضرتك تشربي. افهم لك. عندكم ايه؟ عندنا صوبيا وتمر وأورنج. صوبيا؟ ده مشروب مصري تحفة. تجربي صوبيا لو سمحت. مين ده يا أبي؟ ده واحد صاحبي. طب حبيبي تعالى نروح نستقبله عشان بدخل عليه. اوكي اتفضلي. طب ايه معقول مش هتشرب حاجه؟ هو ما بيلك حد شبه ادم. بكره على 10 بالليل 72 ساعه هيبقوا خلصوا وفوقيهم 2 days promotion. سيف اللي انت بتقوله ده ما يخلصش في شهر. وبعدين انا قلت لك البضاعه دي انساها، انا هعوضك. واللي انت عملته ما يحصلش في شغلنا خالص. بص يا ادهم، لما الاسد يهزر مع القرد يبقى بيلعب، لكن لما القرد يهزر مع الاسد يبقى بيزعل. ايه يا عم حديقه الحيوان اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين ما انا كلمتك يا سيف في التليفون وقلت لك البضاعه مش هينفع تقعد عندي اكتر من اسبوعين وان انا لازم اتصرف في فلوسها. انت ما قلتش انك هتتصرف في البضاعه. ايوه يا سيف، ما انا قلت لك ان انا مزنوق في فلوس، يعني كنت متصل استلف منك؟ ما انا ده اللي كنت متوقعه. ولما ما طلبتش قلت اكيد الراجل ده بيفضفض. استغربت جدا ادام انت معلم وانت عارف ان في شغلنا ما فيش حد بيفضفض للتاني. انا متهيألي ان انا كنت واضح جدا في التليفون. انت ما كنتش واضح خالص. انا مش هبني مواعيد وحسابات على تلميحات من حضرتك. ماشي يا سيدي، يبقى هي دي غلطتي. ولما انت عارف ان حضرتك غلطان بتستكبر ليه وبتقول لي انك كنت بتهزر؟ سيف انا ما كنتش معتقد انك هتزعل قوي كده. بص يا ادهم، انا لحد دلوقتي مش زعلان، انا بحاول اعدل الدفه عشان عندي مصيبه اكبر منك ومن 10 زيك. سيف انت ما تعرفش 10 زيي. ادهم، في ديناصورات في الشغلانه دي انت لا يمكن تعرفهم ولا تتخيلهم. من الاخر كده قدامي حل من اتنين، يا البضاعه دي بالذات تروح لهم يا اما انا اتحط على البلاك ليست. ده مش هيحصل، عشان كده حضرتك اللي هتتصرف. بكره على 10 بالليل هيوصلك تليفون يتحدد فيه المكان والزمان. لو ده ما حصلش هنفذ اللي في دماغي، مش همشي قبل ما انفذ اللي في دماغي. سيف من فضلك جدد اقامتك عشان ما فيش حاجه هتحصل بكره الساعه 10 بالليل. والكائنات اللي انت بتتكلم عنها دي ديناصورات وحيتان، في ناس تانية ممكن تبقى شايفاهم قطط بيلعبوا معاهم. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل ايمن بيه. بقول لك يا صاوي، امرنا يا باشا. في حد جوه عند بلال بيه؟ لا يا باشا مستنيك. طب عملتوا ايه في تحريات قضيه الرباب الاخيره؟ شغالين فيها يا باشا، بس الموضوع شكله متعرض قوي، والعيال اللي لعبوها معاها شكلهم قابضين حلو والموضوع متغطي كويس. تقريبا بتاع طب الشرعي عند بلال بيه. طب كويس،
تسلم يا صاحبي. أمورنا يا باشا. يا باشا كله تحت السيطرة. أنا تحت أمر معالي. ماشي يا باشا، سلام يا باشا. صباح الخير يا بلاه. صباح الفل يا أيمن بيه. اتفضل اتفضل ارتاح يا باشا. أوعى أكون معطلك. يا باشا ده احنا نفضلك. ربنا يخليك. خير يا باشا. موضوع الرباب وصل لفين؟ التحريات لسه شغالة، احنا مش سايبين حاجة يا باشا، بس تقرير الطب الشرعي وصل النهاردة الصبح. أنا صاوي قال لي الكلام ده وأنا داخل. إيه أخبار التقرير؟ بص بنفسك. تحت تأثير مخدر. استغفر الله العظيم. شكرا يا بلال. أنا تحت في الغوطشية. أي جديد هبلغك يا باشا. السلام عليكم. سلام يا باشا. خلاص خلاص بقى، يو ما تبقاش رزين. كلمني كمان نص ساعة. يلا يلا. مستر كومي بليز توقع لي الورق ده. طب اطلع عليه الأول يا نيلي. اوكي. مستر فؤاد برا. فؤاد مين؟ محامي؟ اه. يتفضل. اوكي. مستر فؤاد بليز. مساء الخير يا باشا. يا هلا، اتفضل يا فؤاد. ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ لعلك بخير. ايه الاخبار؟ الاخبار يا ريس ان الاتعاب اللي انا خدتها عايز تزيد 5-6 شويات. ليه خير؟ عشان الموضوع بقى كبير قوي. لا والله قوي. طب نشوف كبر قد ايه كده. نيلي نعم. شغل لنا دواء حياتك. اوكي. هيعجبك قوي والله. قوي. اعمل بلاي؟ لا على ضمانتك. والله ما ينفع. لا ما دام ما ينفعش وفي كلام ابيح. نيلي مش بتاعت الكلام ده. لا لسه صغننه. هات انت يا نيلي. هات. اوكي. اه بليز اكسكيوز مي. تفضلي. يو كان اكسكيوز مي. يلا. عايزك بقى تشوف وتستمتع. ايه ده فؤاد؟ ايه رايك يا كبير؟ كبير ايه؟ ده انت الكبير. في ايه بعد كده؟ بعد كده يا باشا هنتفاوض مع البيت دي هي وعمتها. اه بس بالحب. بالحب. والا مصر كلها هتتفرج على الفيديو ده تاني. طب ما تخلص يا فؤاد. هيحصل يا باشا ما تقلقش. انا بس قلت افرجك النهارده عشان القلق اللي جواك ده يمشي. لا انت ما تعرفش انت عملت فيه ايه النهارده. حقيقي تحت امرك يا باشا. امسك يا فؤاد. ايه ده يا باشا؟ ده حاجه بسيطه كده وملهاش علاقه باتعابك. شوف فؤاد، انت اللي بتعمله معايا ما يعملوش اخ مع اخوه. مقبول يا ريس. المهم ما تعودش على كده يا باشا. كله من خيرك. جو اهد. ادخل. خير يا جدل. واحد اسمه بركة بره يا باشا. دخله بسرعه. السلام عليكم يا ايمن باشا. السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. اقعد يا بركوت. وحشني. ايه يا عم انت في ايه؟ انت ما بتجيش غير لما اندهلك ولا ايه؟ فين ايام ما كنت بتيجي تمسي وتصبح؟ ولا فلوس الموقف غيرتك يا باشا؟ موقف ايه بس؟ ما انت عارف معاليك. وبعدين انا ما يحوشنيش عنك غير الشديد القوي. انا بقالي اسبوعين في هرسه ما يعلم بيها الا ربنا. خير يا بركوت؟ في مشكله في الشغل ولا ايه؟ ست حماتي. أنا؟ جالها الخبيث في المخ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب وعملتوا إيه؟ وديناها معهد الأورام وربنا الشافي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيبها على الله. سيبها على الله. ربك يصرفها بركوت. أدخل. تشرب إيه؟ أي حاجة يا باشا. تشرب حاجة ساعة. نشرب ساعة. مين حاجة ساعة؟ كنز ولا أزايز؟ كنز. كمان كنز. اتنين كنز بسرعة.
بص يا معلم، انت اديني دقيقتين وهفضلك اخلص بس الفداء ده. ماشي يا باشا. ولا مستعجل؟ راحتك يا باشا. طيب ماشي. مرفت مرفت، ايه؟ انا حضرت شنطتي وهتكل على الله بكره الصبح. خلاص يعني هتمشي؟ توحشني. اصل انا يعني خدت عليك. توحشيني طبعا. طب ما تقول. انا بقول اهو. مين يقول لمثالك اللي جاب الكومي وقفه هنا وفرجه على ابنه وهو بيتضرب يبقى واقف قدامي كده ومش قادر يقول كلمتين على بعضهم الكسوف؟ قولي يا سالك، هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ بس لو حياه ابوك اوعى تقولي جدعانه، لحسن هشق هدومي هقول بريه. لا لا لا، وعلى ايه؟ خلينا جنب الحيط احسن. طب قول. هي مش جدعانه يعني، بس امال ايه؟ حبت معزه. قد ايه يعني؟ حبه حلوين يعني. يعني وزينه كام يعني؟ تقدريها انت بقى. يوه يا سالك، بطل تغني بقى وترد على نفسك. لو ليك شوق في كلمتين قولهم متحشرهمش في زورك. تزور هو يعني؟ لو انا يعني مثلا يعني بحبك وغرض اجوزك، الناس هتبصلي كده عادي؟ ومش هيبصولك عادي ازاي يعني يا سالك؟ لا يعني عشان شغلانة امك القديمة. بس بقى بس بس، ايه اللي قلته للبت ده يا سالم؟ انت اتهمشت في دماغك ولا ايه؟ اعمل ايه يعني؟ لا عارف احبها ولا عارف اتجوزها. وانا فضيت لك يا معلم. يعني موضوع حماتك ده مش محتاج مننا زقه في معهد الاورام؟ يا باشا اكيد لو محتاج ده هنطلبه، الجماعه هناك مش مقصرين وخيرك سابق. واخبار الفلوس معاك ايه؟ مستوره يا باشا والحمد لله. مش هقول لك يا بركوت، اي مشكله في موضوع الفلوس ده ما تفكرش وما تحسبهاش، تجيني على طول. انت اخويا يا بركوت. خيرك سابق يا باشا. خير خير ان شاء الله. في مشكله حصلت كده من 100 اسبوع، حكايتها بدت من موقف توك توك اللي انت ماسكه. مشكلتي يا باشا، في واد سواق عندك في الموقف اخذ بيت سلمها الناس خطفوها واعتدوا عليها وهي متخبره. واضح قوي ان هو معكل كل العيال اللي في الموقف، لدرجه ان احنا نزلنا نعمل تحريات ونعرف مين الواد ده. الكل مكتب وعاملين فيها من بنها. سؤال يا باشا. قول. لو البنت دي شافت السواق ده تعرفه؟ طبعا يا بركوت. طب محلوله اهي، ما احنا نجيب السواقين ونعرضها عليهم وهي تقول هو ده. يا سلام على الجهبذه اللي انت جايبوه الصغير يا بركوت. يعني انا مستنيك اسبوع عشان تقول لي الفكره الجهنميه دي. عملنا كده يا بركوت، جبنا الناس وعرضناهم عليها وهي ما تعرفتش على حد. واضح ان الواد اختفى. المطلوب يا باشا اكيد نجيبه يعني. ساعه زمن بعون الله ويبقى الواد ده عندك. تبقى عملت معاه الصح وانا بثق فيك. عيوني يا باشا. تسلم عليك. بقول لك ايه، الموضوع ده في القصايد بيني وبينك، اهل بيتك ما يعرفوهوش. يا باشا ده مش جديد علينا. انت قدها. خد معاك الحاجه الساعه. خيرك سابق. صباح الفل. السلام عليكم. هستنى تليفونك. عيوني. جهبوز الواد ده فاهم كل حاجه. انا لازم اقرر، افكر واقرر، وبعدين في بابا وفي ماما وفي عمر وفي خالد وفي بيبي، كل ده لازم يحصل قبل ما انا اقول اه او لا وافكر في الموضوع. كل الناس دي مهمه، بس انت اهم واحده، ولو انت وافقتي الباقي مجرد وقت.
انا اي نيد ماي سبيس، انا محتاجه افكر، انا محتاجه افكر. بس انت كده عرفتي ان الخاتم ده جاي باسمك انت. اوكي انا هخليه معايا، واول ما تقولي لي اوكي ان شاء الله هيبقى بتاعك. اتفقنا؟ وطرتني والله. ما كانش قصدي. الجو حلو بس نخلص الموضوع. يلا سريع. كنت ايمن بيه ازاي؟ ازاي؟ ايه؟ الواد فين؟ هنا يا باشا. متأكد ان هو اللي عملها؟ مش متأكد قوي يا باشا، بس هو ده السواق الوحيد اللي بقاله اسبوعين ما نزلش الموقف. عرفت منين؟ عيب يا باشا، ده موقفي. اسمه ايه الواد ده؟ اشرف يا باشا. طب يلا بركوت. اتفضل يا باشا. ايوه دقيقة. اشرف موجود؟ مين؟ انا باراكوتا زميله في الموقف. خير يا باراكوتا؟ خير، معايا ناس مهمين عاوزين. طب ما تروح له الموقف يا زميله. ما هو بقاله مدة ما بيجيش. وهنا برضه بقاله اسبوع ما بيجيش. طب اخر مرة شفتيه انت؟ عدى شوية من يومين كده. عندك رغي تاني يا اسطى؟ لا لا متشكرين. انا عايز الواد ده ضروري يا باراكوتا. بكره يكون عندك يا باشا. بكره يكون عندي؟ هتعرف برفعك ده؟ ممكن اطلب طلب؟ قول. اول ما اديك رنه اديلي على طول. اوامرك اوامرك يا باراكوتا. بس في حاجه، انت خايف ليه؟ الواد ده لو ما جاش هتزعل مني يا باراكوتا. يلا عشان اوصلك.